خلص آخر شيء أنا سكرت هذا موكينا، سكرت هذا موكينا عالحين شغال، وكمان هذا الجهاز يجي ناقص، ليش يجي ناقص؟ أنا عالحين كلام خلي دقيقة خلي شوف أول حلول من شوية هوا كمان أكمل رقم شوف الحين جهاز بوينتو هذا أقل من 50 يعني أقل من 50 أنا أقول لك عشان هذا التوز يمسك واحد ها مرة شوفته هذا اوه شوف هذا كله سندرمة شوفته كله سندرمة شفتها؟ هذا موكينا شلون يشتغل؟ يعني هيك توز هذا شلون يشتغل؟ شوف يعني توز هيك موجود هو شلون يشتغل؟ يعني كله مشكلة يجي مش التوز هذا كومبريسر يشتغل شوية بعدين هو وقع الجهاز الحين هو 50 شغل رباعي عم شوية جهاز جابه كمان الحين هو وصل هذا 70 يعني كافي وزيادة ليش هنا حرارة واجد هذا لازم يكون شوية ضغط موجود اوكي خلي يكون معي خلاص انا الحين سويته كمان زيادة شوية عشان هذا سوي فيديو ممكن يزيد كبير بعدين انت ما يشوف الحين اكثر من 50 هذا كافي ان شاء الله هيك اوكي شفته هذا مكيف انا كمان طلع من هناك عشان هذا شفت الفيس هنا كمان سهل بس مني هذا كان بين شوية زيد وانا اربطته مني الهنا انا بيخلي سكر هذا كمان وهذا التكييف هو يشتغل مضبوط الهنا اوكي تيب لقى ده ثورا الهنا يشتغل حاله هذا شغال اوكي اذا هذا فيديو اذا زين اذا في شيء فايدة خلي سوي لايك كومنت شير وعشان نشوف لك نفرة تاني يعني فيه هو شوية جهاز ناقص ناقص من وين؟ من هذا الزلطة وثاني مشكلة شنو؟ هذا جهاز حتى كمان هو يشتغل ما يجي يعني يوقف خالص وقف خالص مشان هذا توز هذا هو الحين أنا ركبت في هذا أنا يخلص شغل هو الحين انت عرفت هذا شنو المشكلة اوكي شوف هذا الليب نفسه هيك وهذا الليب خلي يكون عريض ما نسكر اوكي هذا فيديو انا هنا بسكر عشان ما يبي يسوي كبير هذا فيديو اوكي السلام عليكم ورحمه الله شوف لك ان شاء الله فيديو ثاني اوكي هذا جهاز كمان 70
انا مضبوط على هيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.